وبما اننا بنتكلم عن الستات وتمكينهم وعن كذا، الكتاب ده نتاج ورشه عمل من سيدات من الدلتا مع الدكتوره سحر النور. ست هي اللي شايله الاقتصاد بشكل او باخر، ستات اللي بيعملوا في المصانع، ستات اللي بيعملوا في مساعده في البيوت، الستات الفلاحات، معظمهم هم اللي شايلين الاسره والعيله على عاتقهم، ودول اللي لازم يعني يضاء عليهم ويعني ناخد بالهم. طول ما انت عندك اهداف معينه وعندك حزمه قيم في هذا المجال الصعب جدا اللي كان مقصور على الرجال حقيقه لوقت طويل، تقدري تمشي وتبقى بوصلتك في الاتجاه الصحيح. انا من اول ما بدات دار العين وانا براهن على كتاب مختلف. البداية عملنا كتب ثقافة علمية مترجمة اللي هي Popular Science، وده كان جنس ثقافي مش متوافر في المكتبة العربية. وبعدين بدأت في نشر الإبداع، في نشر دراسات اجتماعية، دراسات تاريخية. الإبداع كنت عاملة تقليد إن كل سنة أعمل أعيد نشر أهم الكلاسيكيات، كتاب كلاسيكي من الأدب المصري. وبعدين تعاملت معايا أسماء كبيرة جدا في عالم الإبداع، وأنا بدأت أتبنى مواهب شابة ومواهب جديدة بقت أسماء لامعة في عالم الكتابة دلوقتي. البوصلة أهم حاجة، إنك لا تفقدي قيمك ولا تفقدي مبادئك ولا تفقدي أهدافك. إيه اللي خلاني أعمل الدار؟ أنا عاملة الدار علشان تبقى مختلفة، تساهم في تهيئة العقل العربي لعالم شديد التغير، عالم التكنولوجيا بقت تهدد حتى الإبداع. يعني الذكاء الاصطناعي دلوقتي احنا شايفين الجدل اللي حواليه، ونص من الذكاء الاصطناعي، هل ده ملكيته الفكرية تبع مين؟ وعلما بأنه الذكاء الاصطناعي بيجيب النص من إبداعات مختلفة هو مغذى بها. فزي ما قلت لحضرتك أنه أنا محافظة طول الوقت على إنتاج الجديد والمتنوع، يعني أنا متمسكة بالتنوع الثقافي اللي هو أنا منشرش الكتاب الرائق، يعني أنا بنشر كتاب سواء إبداع أو دراسات أو لغاية دلوقتي بننشر الشعر، وفي دور كتيرة جدا تخلت عن هذا الدور، يعني دور نشر تخلت عن دورها في إنها تنشر شعر نهائي بيترفض من أساسه. يعني بنشر قصة قصيرة، بنشر الكتابات السردية اللي هي كتابة بحتة، كتابة جميلة بدون أن تصنيف، بدون أن تكون رواية أو قصة أو شعر. يعني دراستي العلمية هي اللي خلتني لما أفكر في دار نشر أفكر في الثقافة العلمية. الثقافة العلمية يعني إنه موضوعات علمية بتتكتب بأسلوب سهل للقارئ العادي، لرجل الشارع. يعني بنتكلم عن الجينات مثلا، ولكن بطريقة مبسطة يفهمها أي مستوى تعليمي، مش كتاب أكاديمي، يعني مش كتاب يدرس. فالحمد لله يعني عملت مجموعة رائعة من الكتب دي، وما زلنا بنواصل تاني في هذا الجانب اللي هو البوبولار ساينس، مش بس في العلوم ولكن في دراسات اجتماعية، في دراسات تاريخية. يعني المرأة نفسها لو عملت نفسها على انها انثى يعني هتروح في رجلين. تعامل نفسها لانها انسان عنده عقل وعنده كرامة، ولا تقبل التنازلات. يعني التنازلات اول طريق للانهيار. ف
طالما انت عندك موهبه ومؤمنه بموهبتك لازم تحبي عشانها. يعني انا في اول دخولي العمل يعني كان ممكن يبقى انطلقتي من بدري قوي قوي لولا انه برضو كان يعني في الاول الناس مستغرب، انا كنت اصغر من كده بربع قرن يعني، فكان الناس مش متصوره انه في سيده عندها الجاتس، عندها القوه والقدره والرغبه في انها تبقى رقم مهم في عالم النشر. انك تنتجي كتاب ملوش علاقه بانك ست ولا راجل، توزيع الكتاب مع هو ده المشكله، لانه توزيع الكتاب بيعتمد على العلاقات في الاول في البدايه خالص، انك تعملي علاقات طيبه مع الموزعين، يعني يبقى عندك كتاب جيد، ولكن لكونك سيده يمكن يحجمه شويه. طبعا ده انتهى من زمان، انا بكلمك على البدايات، لانه انتهى ازاي؟ انتهى بالعشره، انتهى باختلاطي مع الناس اكتر، انتهى بالاسماء المهمه اللي الدار بتنشر لها. ودلوقتي بقى في بنات كتيره جدا 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 عاملين دور نشر. بقدر سعادتي بالجائزه، بقدر المسؤوليه الكبيره اللي بقت على عاتقي بعد الجائزه، لانه الجائزه من حيثيات حصول الدار على الجائزه ان احنا اصداراتنا متنوعه زي ما قلت لحضرتك في الاول، وان احنا ما بنجريش ورا الربح، يعني ما بنجريش على البيست سيلر، احنا بنجري على القيمه. القيمه بعد كده على فكره هي اللي بتخلي الكاتب، مش عايزه استخدم كلمه بيست سيلر، بس يبقى الكاتب متحقق ماديا والدار متحققه ماديا ومعنويا. فمن ضمن الاسباب كمان ان مواضيعنا بتخاطب العقل، تخاطب العقل وتفتح العقل، يعني الدراسات اللي بننشرها تقدري تقولي شغلنا ثوري، ثوري بالمعنى الايجابي يعني. يعني يدعو للتفكير، يدعو للمناقشه، يدعو لرفض يعني من يعني الناس بتعرف الفرق لما يعني بتقرا كتاب من دار العين في نفس الموضوع وكتاب اخر طلع. الفرق موجود وفي شغف دائم للقراءه، وبالرغم من ارتفاع سعر الورق وارتفاع اسعار الاحبار والطباعه وارتفاع سعر النقل، النشر على فكره مش مجرد الكتاب كده يطلع، نشر وراه عمليه صناعه وصناعه ثقيله، يعني الكتاب النص يوصل، ففي مدقق لغه يشتغل عليه، في محرر يشتغل عليه، في منسق يشتغل عليه، في الغلاف والفنان اللي بيعمل الغلاف، وبعد كده في روح المطبع، من المطبع يرجع المخازن، من المخازن يروح للتوزيع. كل خطوه في الخطوات دي بتتاثر بالاقتصاد وبارتفاع الاسعار، واكبر تاثر كان في اسعار الورق اللي قفزت جنونيه يعني. انا بتوقع خيرا ان شاء الله، لانه في انفراجه قليله في سعر الورق، ولكن برضو عايزه اقول لك راقبي الناس وهي طالعه من السوبر ماركت وهي داخله على المحاسبه شاريه مجموعه قد كده من البضائع، ولما تيجي عند الكاشير بتقلل اللي هي واخداه، بتكتشف ان الاسعار عليت جدا جدا. فالكتاب الكتاب مش اكل ولا الكتاب لبس، فناس يعني ان ما كناش احنا كناشرين ندعم القراء هيبقوا برضو في موقف لا يحسدوا عليه. في هو يعني الشكوى من وضع المرأة، يعني عيب ان احنا نفضل نتكلم فيها في القرن 21 واحنا من ايام سيزان براوي وهو ده شعراوي قلعوا الحجاب وكانوا بيشتغلوا، ايام الثورة، ثورة 23، شوفي النساء العاملات في المصانع، شوفي الطالبات، شوفي الأنشطة الاجتماعية عندنا،
يعني كان في المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ولكن بدأ يحصل إن يعني انزياح تدريجي كده لغاية لما هو في القرن 21 بنناقش القضية دي. أنا بشوف إن يعني العقلية الذكورية بحاجة إلى إنها يعني يحصل فيها ثورة، يحصل فيها تنوير. يعني كل دعاة التنوير كانوا بيثمنوا وضع المرأة، فمش معقول احنا دلوقتي نرجع تاني نشتكي. مع تقدم العلم وتقدم القراءات والانترنت والسماوات المفتوحة ويفضل الوضع بالشكل ده، وكل عصر له أدين زي ما بيقولوا، كل وقت له أدين في مثل كده يعني. ولكن أنا عايزة أقولك إنه كل حاجة نتاج الأوضاع العامة كلها. ما هي القوة الناعمة هتاخد منين؟ القوة الناعمة كان زمان روايات نجيب محفوظ، روايات يوسف السباعي، روايات يوسف القعيد، روايات جمال الغيطاني بتتحول لأفلام وتتحول لدراما. دلوقتي بقى في اتجاه الورش، ورش كتابة، ورش سيناريو، ورش تمثيل. يعني انهالوا علينا بكم الورش اللي يعني ما تعملش محتوى متماسك. انا ده رايي انه لازم نرجع للاعمال الادبيه، لازم نرجع للسيناريست الفرد. يعني مع اعتزازي الشديد ببعض الاسماء في عالم السيناريو، انما بقى التتر يتكتب السيناريو بدل ما يتكتب اسم يتكتب ورشه كذا. فحتى المشتركين والمشتركات في هذه الورشه ازاي يقبلوا على نفسهم اساميهم ما تتحطش. انا بدات اهتم بالكتاب الالكتروني، ان الكتاب ينزل الكتروني على منصات محترمه. يعني ده بيخلي القارئ يبقى في متناوله الكتاب، وان كان مش كل قارئ برضه هيقدر يقرا الكتاب على منصه. انا يعني اتمنى على الدوله انها تحارب تزوير الكتاب، لان لو الكتاب مش بيتزور احنا كنا يبقى هامش ربحنا يزيد جدا. انما احنا كل الكتب بتاعتنا بتتزور، والمزورين بلغوا من الجراءه ان هم بيصدروا الكتب المزوره. ولن تعدني حد معدوم ضمير ياخد الكتب المزوره دي. يعني شمال افريقيا كتبنا مزوره فيها كلها. في برلين لسه كان في معرض للكتاب العربي، للاسف الكتب المعروضه معظمها مزوره. فانت عشان اقتصاد دور النشر يظل قوي وتقدر تختار بعنايه النصوص الجيده، لازم نحارب هذه الظاهره. ده نمره واحد. نمره اتنين، ميبقاش في تنازل من اي دار نشر انها تنشر نص مش كويس مقابل انه حد يدفع فلوس. ده شيء مرفوض. احنا دلوقتي بنتكلم على ازاي نرجع القوه الناعمه. مفيش مجاملات، يعني حد جاي من طرف فلان ولا فلانه ولا لا، لو النص مش جيد مش هعمل. وفي هذا يتنافس المتنافس. عايزه اقول لك مثلا في اعلانات عن دور نشر على الانترنت ان المعرض فضل عليه شهرين. انت عشان تعملي كتاب محترم ودقيق وكذا، كتاب واحد عايزه مش اقل من شهر ونص ما بين تدقيق وتصحيح و و و. فالناس دي بيجذبها، بتجذب هو كده بالنص، ابعت لنا نصك ينشر على معرض القاهره الدولي للكتاب. الدوله فين من الاشكال دي؟ يعني الدوله ومباحث الانترنت هما لو يقدروا ان النشر ده صناعه وصناعه ثقيله وبيدخل ربح للدوله، بندفع ضرايبنا، بندفع ما يتطلبه تاميناتنا، كل الكلام ده كله، لازم الدوله تتعاون وتحس بانه النشر صناعة ثقيلة. النشر بيشكل وجدان البلد ويشكل ملامحها. وبعدين في ظل دول عربية كتير
بدأت تنتبه لموضوع الثقافة والنشر وبيعملوا تسهيلات كثيرة جدا لطرق النشر لبلدهم. لازم برضو الدولة تنتبه لكده. موضوع الذكاء الصناعي زي ما قلت لك ممكن يجي لك واحد كاتب نص كاتبه الذكاء الاصطناعي ويقول ان هو من تأليفه، هيوصل في الموضوع ده زي الخبرة الى حد كبير او الى حد ما ممكن تفصل في الموضوع ده. بس انا بقول الذكاء الصناعي هيجيب المشاعر منين؟ المشاعر والتعب. كل كاتب يبقى متميز بلغته وبالفاشن اللي بيحط في شغله. رواية سواكن الأولى دي للمستشار وليد مكي من الحاجات الجميلة جدا واللي أنا بحبها، إن أنا معظم اللي بنشر لهم يعني بيبقوا عندهم مهنة أخرى، يعني الدكتور المهندس القاضي يعني ده أنا بحس إنه بيدي زخم في الكتابة أكتر. زي ليلى وفرانس برضو، ده مهندس محمد علي إبراهيم عمل رواية بديعة جدا عن التقاء الشرق والغرب، ومش هقول أكتر من كده بس متعالجة بطريقة جديدة. سواكن الأولى في منطقة مختلفة خالص بين حلايب وشلاتين، تتكلم عن الناس اللي موجودة هناك، عاداتهم تقاليدهم. تتكلم عن الخرافات اللي هم بيؤمنوا بيها وبيحكوها طول الوقت. اما الدكتور سامح الجباس بقى وروايته بوستة عزيز دومت، عندي مجموعة جميلة قوي للكاتبة دكتورة برضو دكتورة رحاب إبراهيم، عاملة مجموعة حلوة قوي اسمها في الحلم صعدت جبلا، مجموعة ناعمة وإنسانية وجميلة جدا جدا. من البلاد العربية طبعا أحدث الإصدارات للدكتور أمين زاوي روائي جزائري، روايته الأصنام رواية تاريخية مكتوبة في قالب معاصر. كمان عز الدين ميهوبي شاعر ومثقف جزائري وكان رئيس كان وزير ثقافة الجزائر، عمل رواية اسمها رقصة أوديسا. هنعرف بقى أوديسا ورقصتها، هل هي رقصة ولا هي حرب ولا هي ايه؟ من الكتب بقى دليل التنوع الجغرافي بتاعنا كتاب عن الصورة والأحداث الزائفة، ده مترجم مترجمة أستاذة سهير صبري وهي اللي عدته، عن مجموعة مقالات عن الإعلام. يبقى كده عندنا قصة قصيرة، عندنا إعلام، عندنا رواية، وعندنا كتاب تاريخ حديث للدكتور علي الحفناوي، هو اللي مقدم مذكرات والده دكتور مصطفى الحفناوي، وهو اختار له عنوان هذا الفلاح بقناة سويس، لأن الدكتور مصطفى الحفناوي كان له دور كبير جدا جدا في يعني وضع قناة سويس وأيام تأميمها. والكتاب ده يوم الحد 1 أكتوبر اللي عندنا مناقشته وتوقيعه، هيبقى معانا الدكتور عاصم دسوقي المؤرخ الكبير. ناقص الشعر وده ديوان عبد السميع زين الدين، الأعمال الشعرية الكاملة للمستشار عبد السميع زين الدين. يعني ده مثل من أمثلة التنوع البيبليوغرافي. عندنا كتب مترجمة أدبية زي ليالي عربية جديدة ترجمة دكتور مجدي خاطر، والمؤلف روبرت لوبنسون سيمونسون ده اللي عمل رواية كنز الجبل وعمل شغل كتير قوي حلو، أول مرة تترجم.